عضو امني فجائي من مجموعه من قيادات الامن في الاسماعيليه على راسهم اللواء محمد عيد مدير امن الاسماعيليه ان هم جم يعينوا مكان قصر الثقافه بخصوص ان هو في احتمال او هو من ضمن الاماكن المرشحه لمحاكمه المتهمين في مذبحه بورسعيد، برغم ان حضرتك كان في جواب رسمي صادر اللي هو يوم 31/3 من ثلاث ايام ان هو خلاص المحاكمه هتتم في خدمات الشرطه، ولكن كان في تواجد امني النهارده بيعينوا المكان. وبعد المعاينه كابتن مدحت اتبعت جواب رسمي من مديريه امن الاسماعيليه لمدير قصر الثقافه في الاسماعيليه ان بيستفسروا منهم ان هم يكون المحاكمه مقرها قصر الثقافه. بجوارك مدير قصر الثقافه شريف؟ بالظبط يا كابتن مدحت، ومعايا الخطاب برضه، وكل الكلام ده هيوصل لحضرتك موثق بالصوره في خلال نص ساعه او ساعه من دلوقتي، كل الكواليس اللي حصلت واللي جدت، ومع حضرتك الاستاذ حمدي سليمان مدير قصر الثقافه بمحافظه الاسماعيليه. اوكي. الو. اهلا يا استاذ حمدي، مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن مدحت. الله يخليك، حضرتك قول لنا ايه ظروف الخطاب اللي جه لحضرتك ويعني احطنا علما بالامر. هو طبعا النهارده احنا فوجئنا بمساعد وزير العدل ومدير امن الاسماعيليه وعدد كبير من قيادات وزاره الداخليه موجودين في قصر الاسماعيليه النهارده، وقالوا انه تم الاستقرار على انه يتعمل محاكمه محدوث بورسعيد في قصر الاسماعيليه. طبعا احنا اعترضنا على الموقف، فالناس قالت ان دي اوامر عليا ويعني مش بايدينا ولا بايديكم، ده مساله اكبر مننا. فقلنا لهم يعني هي ايه يعني ممكن يعني هناك بدائل عديده، يعني مش معنى قصر الثقافه لان ده صرح ثقافي ومعد لاستقبال انشطه ثقافيه وفنيه مش معد للمحاكمات. نعم. قالوا والله الموضوع مش بايدينا، ويعني برروا الموقف ان هو المسائل فيها اوامر عليا. فطبعا احنا اعتراضنا الاساسي على انه المكان ده يعني دفع فيه فلوس من دم الشعب المصري علشان يبقى صرح ثقافي يعني لاحتضان المواهب وللانشطه الفنيه والثقافيه، مش لانه يتعمل فيه محاكمات. وفوجئنا بان هم بيختاروا المسرح الرئيسي وان هم يعني شالوا 120 كرسي علشان يعني يجهزوا لاستقبال المتهمين ويعملوا قفص حديدي داخل المسرح، فكان شيء مدهش يعني ازاي مسرح يتحول ل يعني صرح ثقافي بهذا الشكل يتحول لمكان يعني لاستقبال محاكمات. طبعا عدد كبير جدا من المثقفين وادباء وفنانين حتى مواطنين الاسماعيليه العاديين اللي هم بيجيبوا اولادهم ويعني بيترددوا على المرسم بتاع الاطفال وكرة الاطفال، كل الناس محتشده معتصمه دلوقتي في القصر وبيتين هنا ضد هذا القرار ولغايه لما يتلغي القرار. يعني الامر ده كان النهارده يا استاذ حمدي؟ كان النهارده الصبح. كان النهارده الصبح. وبالفعل شالوا 120 كرسي لتجهيز او عمل قفص حديدي لوضع المتهمين. هل عند حضرتك اي خلفيه يعني فيما يتعلق بتغيير القرار؟ يعني هو بدا بالمجمع التعليمي بالاسماعيليه ثم الى اكاديميه الشرطه ثم الى قصر الثقافه بالاسماعيليه، هل حضرتك عندك اي خلفيه عن اسباب هذه التغييرات الثلاثه؟ والله انا النهارده سالت السؤال ده فيعني رد عليا رد، قالوا لي ان دي اكبر قاعه موجوده في الاسماعيليه وتشيل عدد كبير جدا من الناس. يعني كان رد غريب برضو لانه يعني القرار نفسه قرار غريب لانه ده صرح ثقافي، يعني ده مش مجهز لكده. يعني اللي جه لحضرتك قرار وزير العدل ولا خطاب من لا لا احنا فوجئنا بقرار وزير العدل منشور يعني في شريط الاخبار، لكن هو الراجل الامن عمل جواب وهو موجود في المسرح يعني لتسهيل المهمه ولتسهيل مهام شركه المقاولين العرب اللي هتقوم بالتجهيزات وكده. نعم. طبعا احنا يعني في اللحظه دي ما كانش قدامنا غير ان احنا نحتشد باصحاب المكان اللي هم يعني المثقفين والفنانين والادباء يعني طبيعه المكان بتاع قصر الثقافه ده يعني محيط بايه او ايه يعني درجه تامينه العاليه اللي هم اختاروه عشانها؟ هو للاسف انه يعني ما فيهوش اي يعني ابعاد تامينيه تماما، يعني اي حد ممكن يعني يشوف المكان يدهش لانه ده في قلب البلد بجواره بنزينه قدامه المحافظه وقدامه بنزينه غاز اخرى وحواليه منطقه سكانيه، يعني مكان على 6 فدان سور مكشوف حديدي يعني
مكان لا يصلح تماما حتى والفكره في نفسها، يعني الفكره في حد ذاتها ده يعني شيء مهين للثقافه، الثقافه اللي قامت عليها هذه الدوله المصريه العريقه الحضاريه، ان انا استخدم مكان ثقافي صرح ثقافي مصروف عليه اكثر من 160 مليون جنيه من التسعينات، ان انا استخدمه النهارده لاجراء مثل هذه المحاكمات. يعني مساله البدائل دي مش بتاعتنا، دي بتاعتهم هم يفكروا فيها، لكن احنا بندافع عن مؤسسه ثقافيه وصرح ثقافي. يعني صعب تعويضه النهارده في اللحظه دي اللي احنا بنتكلم فيها عن ازمه اقتصاديه ولا اخره يعني، وغير الاثر النفسي اللي هيسيبه على الناس. يعني المدعين نفسهم، خصوصا ان المحاكمات هتستمر وقت ليس بالقصير. يعني بالتاكيد يعني غير ان الاثر النفسي ازاي مبدأ يخش يعني على خشبه مسرح تم محاكمه ناس فيها باي ان كان، يعني مدركين الاثر النفسي اللي ممكن يقع على الناس. يعني مساله صعبه جدا. يعني هنقول هذا هو الحال في هذا التوقيت في البلد. الامور بقت صعبه الحقيقه في امور كثيره جدا، ولكن نتمنى يعني احنا صعبان علينا انه يبقى هو ده وعي الناس اللي بتقود البلد في هذه اللحظه للبعد الثقافي والمنشات الثقافيه. ده احنا اللي بنراهن عليه بكره كله مرتبط باعاده تشكيل الوعي الثقافي لدى المواطن. يعني لما نبقى احنا بنهدر مؤسساتنا الثقافيه يبقى احنا مش مؤمنين بان الثقافه لها دور في بناء المواطن المصري. لا بالعكس بالعكس بالعكس. يعني عموما دعنا نستقبل الساعات القليله القادمه، ربما يحدث في الامور امور والله اعلم. اتمنى ذلك ان شاء الله الناس توعى وتبقى مدركه انه يعني ايا كان احنا يعني نفسنا اللحظه تعدي، بس مش على حساب يعني طبعا طبعا اكثر اهميه. يعني صحيح صحيح. اشكرك يا استاذ حمدي، اشكرك شكرا جزيلا.